السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. معاكم احمد، ورجعت لكم بحلقه جديده من لعبه حياه البلده. خلونا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سوينا اي شيء من الحلقه اللي راحت. الحلقه هذه تقريبا راح تكون الاخيره من السلسله هذه. راح احاول اني اسوي اغلب الاشياء معاكم عشان نستمتع في الحلقه هذه، تكون طويله على حسب طلبكم بما انها الحلقه الاخيره. اول شيء لاحظته وبناء على تعليماتكم ان هنا فيه تدو الليست هذيك، عشان اطلع الريس كار اقطع الريس كار يقول لي اول شيء استخدم الكونيك اونلي اللي هي سياره البي ام هذه، تمام. يبغى لنا في الدراج نجيب اقل من 10 اللي هي 10 ثواني، فاحنا جبنا 9.6 كذا اوكي. بس المفروض انه يعطينا قطعه ولا انا ما اشوف قطعه، فنوخر سيارتنا من هنا اول نرجع نكمل. اوكي سويت كليم. اوكي لازم اضغط. هلا والله ريس كار باك. اما كذا تركب على طول مسامير شيء ما يحتاج. اوكي او صح زي الباقي زي الباقي، بس حط القطع. طيب القطع اللي بعدها او التحدي اللي بعده عفوا، التراك اللي هو المسار كامل حلبة، يبغاني اسوي فيه اقل من 51 ثانية. احنا جبنا 63 لانصدمنا وما ادري ايش سوينا، كانت حالتنا حالة. خلنا نشغل بي ام نجيب اقل من المدة هذه اللي يبغونها. طبعا عرفت انا للنترو حسب تعليماتكم يعني. شوف اول شيء عندنا اوف و اي ار ام واوف. في واحد تلخ يا اخي الله يستر عليه يقول يا احمد ما تشوف انت مكتوب اون اوف؟ وين الاون يا فاهم؟ وين الاون؟ وين الاون؟ انا لا ارى، اشوف اي ار ام اوف باور، ما في شيء اسمه اون. المهم بعدين هذا انا ما ادري هو عند الاي ار ام الحين ولا عند الاوف، واذا سويت كذا هل هو عند الاوف ولا عند الباور؟ ما ادري، عشان كذا قلت اسالكم. فلا تفلسف مسوي فيها حق نترو وانت ما عندك سياره اصلا. اوكي يعطيك العافيه. المهم اتوقع ان كذا يكون شغال. وهنا قوة النترو نفسه، قوة استخدامه، خلنا نخليه على واحد عشان نشوف. بسم الله. علمتوني عن التعشيق، اقدر اعشق بحرف الار بدون ما اطلع ولا شيء. الله الله الله. نعم. ايش في هذه كذا؟ اوكي شوف. عشق بالار على طول. هذه الحلبة اللي وراي ولا وش هي؟ والله ما ادري تصدق. حرف الار قاعد يعشق. اوه في ثلاث تحديات اللي وراه، هذا اللي قد جربناه الحلبة، وهناك الدراج. الدراج فزنا فيه بالبي ام. فخله يقعد. نجي الحين نجرب حظنا. وقف نجرب حظنا مع التراك. بسم الله. عشف ثاني يقول اضغط على الشفت عشان تستخدم النترو، بس ما ابغى استخدم الحين. دقيقه بطلي قستوي شوي. عطنا شفت. اوه لا لا تسمع الصوت؟ والله اشتغل اتوقع. نايس اند ايزي، نايس اند ايزي. لازم نفوز فيه التحدي هذا. خليكم معاي. لا 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 اتوقع الاف يرجع نمره. ايوه بس 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 عطنا اف عطنا. ايوه نترو هد. هذه اللفه اللي جت فيها العيد امس. عطنا نترو عطنا نترو. كم الوقت كم الوقت كم الوقت؟ 58. اتوقع انه ماش ما فلحنا. يبغى اقل من 51. اوه الموضوع صعب والله يا عيال. انا جبت 58. الموضوع يبغى له قياده. عشان اجيب القطعه الثانيه لازم اجيب اقل من 51 وانا توني 58. انا لاحظ خلنا نعطيه تجربه ثانيه بس نزود قوه النترو. تمام؟ خلنا نخليه كذا ونحاول نستخدمه بكثره. خليك مستعد. روح. شد انتبه انتبه تكفى. لا كيبورد صعب. سويت انت؟ عطه شد تيربو نترو عفوا. 52 يا عيال مديني اكمل. روح. لا هذه الهجه اللي ما كان لها داعي. في شيء في السياره لازم نعدله.
تحتاج لها إضافات عموما. هي خلنا نروح الغاز ستيشن، في قطعة بركبها أتوقع أن لها دخل في الوزنية، وبرضه خلنا نحاول نوزن في المساعدات تحت، في شيء ميول الكفرات. خلنا نرجع الجراج الحين، أو خلنا نروح المحطة نشتري القطعة هذه اللي قلت لكم عنها، بعدين نرجع الجراج ونعدل على راحتنا. الحمد لله على السلامة، وصلنا محطة الغاز. أوقف. على فكرة إذا ما أنتم ملاحظين ترى نظفت السيارة، شلت منها الصادة وضبطتها، وهذا لونها الأصلي، ما ودي أغير اللون صراحة لأنه حلو، يعني لونها ممتاز الردي. سبا أشتري تظليلة، هذا أنا قد شريت هذه، أنا أشوف هل أقدر أظلل. نايس ولا بالكتم. لا والله يا أقل عم الجمس الجامد، والله صار جامد مع التظليلة. لا والله ما نغير لونه، ما يحتاج. يعطيكم العافية. هذه القطع اللي كنت أبغاها، هذه حقت الكونيك أتوقع، الله العالم أنها راح تفيدنا. افتح بالله، في وزنية أو شيء راح نركب هذه، تركب على فوق اللي يسمونه ذي، فوق السسبنشن يعني الزبدة، راح تشوفونها بعد شوي. أنا أوريكم إيش بعد نبغى، ما أتوقع نحتاج شيء ثاني الحين. خلونا نروح راعي الفان الأسود، في عنده قطعة ممتازة جدا نبغى نشتريها. السلام عليكم، أبشركم قرر أن يشرفنا. طبعا هذا شغلته شغلة، ما يجيك على طول، تحظك مرات تلقاه مرات لا. كيف حالك طيب؟ أبي منك يا طول عمر عطني هذه الأسطوانة عشان بدل على السريع كذا، بدون ما أروح نعبي، بدون ما أرجع نعبي عندك عرفت. وعطني هذه القطعة اللي هي الإي سي يو تونبل، في قطعة هنا حلوة تشوفون هذه، هذه راح تعطي إضاءة في الكونيك البيم داخلها، راح نركبها. هذه القطعة حقتنا، خلونا الحين نروح الريس تراك وحلبة السباقات هناك عند الجراج، وركب القطعة هذه ونحاول نعدل الكونيك شوي، ونقول إن شاء الله إنها راح تنجح في السباقات. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا الجراج يا عيال، والمفاجأة الجميلة إني يعني جبت جميع سياراتي، جبت هذه وجبت هذه، وهذه طبعا موجود اللي جينا فيه تونا عشان نجربهم بعد شوي نشوف. مع إني أشوف هذه تدولست يقول لازم الكونيك بس، بس خلنا نشوف إذا سمح لنا نجرب هذول على الأقل، وما راح يطلع لي تحديات، بس هل أقدر أجربهم؟ بيحسب لهم وقت وكذا ولا لا؟ طيب الحين بسم الله الرحمن الرحيم، تعديلات للكونيك. أول قطع عندنا، افتح كبوت. طيب لحظة، ما عندك لمبة أنت هنا الغالي؟ شغل شغل. أيوة عطنا بالله، نبغى نفك هذه. Thank you very much. وعطني الفرونت، الفرونت يركب هنا. نايس، تشوفون شكله كيف. الحين عطنا خلنا ثبته، هذا الله العالم بيكون له دخل في الوزنية أو ما أدري، يعني على الأقل قطعة نركبها عشان تفيدنا، راح تثبت المساعدات مع بعض، ما أدري زبدة. خلنا نشوف، خلصنا الجهة الأمامية، الحين عندنا الجهة الخلفية كذا، خلصنا القطعة اللي داخل. طيب الحين نبغى نرفع السيارة، خلونا ندخل داخل ونشوف هذه المساعدات وش نقدر نسوي فيها. هذه توقع ميلان الكفر، خلنا نشوف. لا لا قاعد تسوي انت، ارجع 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 ارجع، خلص صفر. طيب هذا كامبر، ايوه هذا راح يكون ميلان اثنين، كمل الماكسيموم. والله 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 على وين، تشوفون الميلان هذا، هذا اتوقع انه ينفع في وزنية السيارة، بس ما نبغى مرة يعني، شوي ممكن خمسة، ممكن خمسة راح يمسك لي السيارة شوي، راح نجرب طبعا كلها مجرد تجارب. خل هذا خمسة بعد كذا، زي ما تلاحظون في ميول في الكفرات الأمامية، الصدام على الطاري. خلونا نروح الجانك يارد، يقول عمو المشوار، خلونا نجيب الصدام ونرجع. قلتوا لي وينه، خلنا نروح الجانك يارد. السلام عليكم، وين البي ام؟ اتوقع انه هناك. وين البي ام؟ وين الصدام؟ هذه هذه بي ام صح؟ طيب صدام 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 صدام، اكسكيوز مي، يقولون لي لقيت فيها الكفرات، قصدكم الجنود صح؟ اللي هي هذه ولا هذه؟ تلقاها ورا في المدري وين، وين الصدام؟ اتوقع انا لقيت الجنود هنا ولا وين، نسيت والله العظيم نسيت. او هذا، اي والله هذه بيم ثانيه، توني انتبه. هنا هذا الصدام، اخيرا يا عيال لقينا الصدام، على كذا يبغى لنا صبغه سوداء. اوكي خلونا نرجع، الحمد لله على السلامه، عطنا الصدام، عطنا المسمار لو سمحت، خلنا نصبغ اول. ايوه خل اسود كتم، ايش رايكم بالله ركبنا الصدام؟ خلاص ابشركم يعني، خلونا نثبته بس. وين يثبت المسمار؟ هلو هنا، كاني شايفها توني. ايوه ممكن الثاني بعد،
الله يعطيكم العافية. طيب الحين نرجع نكمل شغلتنا. شغلتنا اللي هي هذه. هذا داخل بخمسة سالب خمسة. لا ما نبغى سالب خمسة. لا لا وين رايح انت؟ عفوا قصدي نبغى سالب خمسة. ايوه ان شاء الله ما يكون الميول زايد عن حده. هنا برضه سالب خمسة. الحين يا عيال لازم نجرب السيارة نشوف ادائها حاليا. عندنا القطع هذه نبغى نركبها. كيف اركبها هنا؟ اوكي نايس. شو يقول سوليد لايت اون اوف. لازم اشغل السيارة يعني ولا اشغل؟ شو والله ما اشوف انه قاعد يشغل لي شيء صراحة يا عيال. وين الاضاءة هذه اصلا؟ وش هذه الاضاءة؟ منين طلعتها؟ تحت السيارة يعني ولا ايش؟ في اضاءة بس ما ادري ايش سالفتها. طيب عندنا كمبيوتر بعد حق السيارة. عطنا الكمبيوتر. طبعا الكمبيوتر يركب في الدرج. اوه لازم اوكي لازم انزل من الجهة هذه. شوف القديم انا افكه. ثانك يو فيري ماتش. ثبته عندك. لحظة اتوقع ان نقدر نسوي له تونينج. دقيقة شوف التونينج يا عيال. هلا والله. عندنا التراكشن كنترول اللي هو مانع انزلاق. فعله خله قوي مرة ولا نطفيه؟ طبعا دائما في الدراج وفي السوالف هذه تبغى تطفي مانع الانزلاق صراحة. لكن لاحظ ان سيارتنا الانزلاق فيها مرتفع مرة فممكن افعله حبة واحدة او حبتين نسوي تيست. هذا الاي بي اس انتنسيتي. اي بي اس اتوقع ان الفرامل قفل الفرامل وزي كذا. ممكن اقوي عشان او اقوى شيء ديم. التيربو ويست جيت الضغط حق التيربو. والله ما ادري اقويه ولا اخفض. هذا هو 10 وسط. انا ما احتاج اقويه لان اتوقع انه قوي. حط 12 كذا. خلى 12 بي اس اي. طيب هنا عندنا باور 5 10. انجن ار بي ام. لو ارفع هنا مثلا ايش يصير؟ نو بوينت ليفت. اوه لازم اوزن. راح اخليه زي ما هو لاني ما ابغى احوس فيه شوي. خلنا زي كذا. فك الصامول هذه لان في ناس متضايقين منها. ركب صامول جديده. هي ايش رايك في الشكل؟ مبسوطين الحين؟ يعطيكم العافيه. هو عندي اضاءه هنا فوق اصلا من اول. طيب هذا كان شغله ما ادري شباب. ما ادري ما تشتغل. فك فك. ايش سالفته ذا؟ ركب. I don't know. بسم الله خلونا نسوي تجربه. اوكي كانها صارت جيده السياره ما قاعد تحوس. ها تونا نمدح تونا نمدح. والله عيال اتوقع اللفات صارت اوكي حاليا. اتوقع اللفات صارت اوكي. مع حركه الكفرات هذه اللي سدحناها شوي. ترى اغلب السيارات الرياضيه تجيك زي كذا ميول خفيف لا يذكر. لا تروح تفلسف تسوي وزن اذرع ما ادري شو. لا خله هو كذا وكاله. بسم الله. اعطى ثاني. لا كنت اطالع في ال قدمت. لا غشاش بديت من قبل. خلاص بلا حلطمه شد حيلك بس. يلا يلا 58. يلا بسم الله ان شاء الله هالجوله احسن. يا الله يا الله. يلا يا رب. اثنين وخمسين يقلع ام القهر ثانية بس. اشرقت يا عيال حنا باقي. ان شاء الله هذه الجولة تكون هي الختامية وافضل جولة. من امس الفجر وانت سابق لحالي. This is it يا عيال this is it. انا خلاص طفح الكيل. طفح الكيل اقول لك. تمشيني غصبا عنك يا كلب امشي. This is it يا عيال. This is it. عندي امل. عندي شعور. عطه. روح شد. يس اوف نص ثانيه الفرق. يا اوكي يا عيال اخيرا قسم بالله. ما ادري كم ساعه وانا ساعه في اللعبه يعني بس في الواقع الدقائق معدوده تعرف طارات. المهم خلصنا التحدي الثاني حق التراك. والله ما بغينا يا رجل. يقول لك انجز تراك كامل في اقل من 51. احنا سوينا 50.5 يعني الفرق نص ثانيه. فاضغط عليه يعطينا الريورد اللي الكفرات حقت هذه. هلا والله. باقي اخر شيء تحدي اسمه اوفال. لازم اقل من 18 ثانيه. اتوقع انه هناك. انا شايف دائره. وين ما ادري زبد في احد المحلات هذه. راح نشوفه بعد شوي بس ابغى الحق التسجيل حق الديربي.
شوف هنا يقولك في تسجيل من الساعة 6 إلى 12 يوم الأحد. حنا الحين الساعة 8 نعتبر في الوقت المناسب يعني. كيف سجل هنا؟ register yourself. awesome. see you at the event. it starts at 12. what؟ تبدأ الساعة 12 يقول. اوكي. هنا المعلومات حقت الديربي ديموليش. وش؟ تدمير؟ مقدمة السيارة تكون أضعف من المؤخرة. ولازم إنك ما تطلع من سيارتك أبداً. have fun. هنا يعني. والله ما أدري سالفتهم شكله هنا المكان. طيب خلونا نحاول ننهي السباق هذا. ناخذ الكونيك بما انها ما شاء الله قويه وصرنا طارات يعني. ايوه هذا التحدي هنا. هذا ما قد جربنا. ايش طريقته ما ادري. اصبروا اصبروا اصبروا. ايش الفكره ما ادري صراحه لكن بسم الله. روح. ١٨ ثانيه. لا رجعت نمرة غبي. فوت على نفسك ثواني. روح. وين المقطع عادي صار. اوه هنا اوكي. ابشر 21. لا 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 ما ينفع. طيب نعطيها محاولة ثانية ما في مشكلة. نجي على سرعتنا الحين بنقطع المقطع هذا ونجي مسرعين ونكمل اللفة اللي بعدها بسرعتنا فان شاء الله نجيب رقم كويس. روح. This is it. شوف جبنا 19.7 لازم تجيب أقل من 19. لا 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 وين رايح أنت؟ وين رايح؟ شد استخدم النترو ترى دائما استخدم النترو على فكرة. هد الحين هذه لفتنا بس 17 خلاص خلصنا والله صح. وين الجراج حقنا؟ الجراج حقنا وينه؟ كذا يا عيال أتوقع أن ركبنا السيارة. لا لا يا الحبيب عليكم معصب شكله معصب مع الظهريات هذه. اضغط نايس. شوف جبنا اوه كان يبغى اقل من 18. عموما جبنا 17.4 فرق نص ثانيه. وهذه القطعه الاخيره يا عيال. هلا والله. This car has grip for days. هلا والله بالموتور يا عيال. شو الفخامه ذي؟ ايش الفخامه ذي على فكره لو ما لاحظتم يعني ترى هذول حتى هم عدلتهم. شوف هذه صبغتها شلت الصدى منها بس it doesn't matter يعني جتنا السياره قوي هذه. هلو والله هلو والله بالموتر. اوفي العدادات اوفي العدادات. اتوقع هذه فيها نترو على طول صح؟ نو ما ادري والله. واللي شغل هذا اوب 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 اتوقع احتاج لبنزين. عبلنا بنزين هنا. ما في اقوى من البنزين هذا نوع كذا انقى. تعال شو العلم فك هذه. أبي فل يا مدير أبي فل. يا سلام الله عليك. قفل أوكي. خلونا ننام شوي عشان القلق والأشياء هذه المشاكل اللي عندي تروح. هذا وشو؟ هذه الأرقام القياسية حقتي. طيب هذه خلصناها كاملة. باقي مشاركة الدربي يقول الساعة 12. خلني أخذ لي كم ساعة كذا نوم وارجع. أوكي عيال باقي نص ساعة وتجي 12. خلنا ناخذ الجيمس مثلا نشوف هل يمدينا نجربه في التراك ولا لا على بال ما تجي 12. انا عارف انكم متحمسين للسياره هذه بس ما عليكم. الحلقه هذه يعني عشانها اصلا. يمديني اشارك في هذا طبعا راح اكون ابطا من البي ام بس انا ابغى الدراج بس. طبعا كلنا عارفين ان الجيمس ابطا سياره عندنا لكن نبغى نجربه. بعدها نجرب السياره الورديه بعدها الباقي. روح والله واضح انك فاشل. واضح ما عندك سالفة يا خوي. كم هذا توقعون؟ توقع 15. اوه 11. اما 11 اما 11 والله خطير. لا لا اتوقع هذا مو بربع ميل يا عيال مستحيل. 11 انا ما اعرف وين 11 الجمس المقربع ذا. طيب باقي السيارة وردية مش كان شيء تجي 12 يا رجل. خلنا نشوف اذا صار 12 هل بيفتح لي شيء هنا؟ هل اوكي هذا هو ذا هيل از ذيس وات. اوه جيب سيارتي الوردية شارك فيها هنا. اما والله اتوقع هذه الفكرة. شغل شغل تعال انت وياه. ايش السالفة؟ ايش بيكون التحدي حقهم؟ ما ادري. السلام عليكم. اوقف هنا
ديموليشن وش بتسوون؟ وات؟ لا 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 أم عاد أجل يبغى لها ريوس لأن هم يقولون أقوى شيء الريوس. أوريك أنت إياه. لا يا كلب والله أعطاني واحدة يقلع شكله. يا عيال نفوز ولا مفوز؟ ديم أوكي لا 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 عطنا ريوس عطنا ريوس. حط الهاتف ذا. لا شت اصبر والله جامد اللعبة يا عيال. حط الحاجة هذه فيها. إنكومينج القم فكنا شر الغبي ذا. وخر أنت إياه من هنا. تعال تعال يا الأخضر بيروح فيها. أح والله أعطاني الكلب. وخر وخر يا كلب أنت وياه. وخروا لا انتبه الوجه السيارة تكفى. ذول حاشريني. طيب وخر من رأي وخر أنت وياه. خلك لا تصدم أنت بعد ما أنت ناقص. خل الحين بيقولون بيقولون الحين. لا 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 جهز. لا 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 يو 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 بموت موت يا قدر انت. لا 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 وخروا. تكسرت سيارتي صح من البقر ذول حاشريني. يعرفون ان انا راعي اللعبه. وخروا هناك يا اخي. لا تنزل من السياره اقول لك اهم شيء. خل الجوله تكتمل شباب. فاز الاخضر. يو لوست ذس راوند. يلا ما عليه ما عليه. باقي راوندين صح؟ وش السالفة؟ اوكي. عطى الهطف ذا. القم. اهم شيء لا تصدم انت بوجه السيارة ومالك. انتبه انتبه. خليك بعيد خليك بعيد. او صدمهم بعيد بس. مشكلة عجة ما تشوف شيء. عطى الهطف ذا. اوكي. بس وقف. عطى الهطف ذا. القم. لا 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 يا ازرق. حالتك حالة وخر عني. خلهم 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 يضعفون خلهم يضعفون. خليك ذكي. عندك فريسة هجم ما في مشكلة. اوكي بنفسجي ذا. عطى في الباب. القم. وقف. نايس ان ايزي. نايس ان ايزي. لا لا لا. احسن يا غبي. قالوا لك الوجه السيارة قوي. لا اح. يا الله. قصدي ضعيف ما هو قوي. لا يا اخوان. اح. اح 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 اح. وخر عني. والله حشروني يا عيال ما يمديني اطلع. ما يمديني اطلع الا لازم اقعد اخذ دمج شوي. اوكي طلعت ابشركم. كم باقي هطف؟ باقي واحد. تعال يا الدلخ ده. هذا اصفق بالمقدم ما في مشكله. القم. فست نايس. اوكي باقي جوله اتوقع. صح؟ ولا ايش السالفه؟ اتوقع باقي جوله. عطى. خلوا تفكونا من هذه البداية حقتكم. وقف ما في ما في ما في. راح شوف لك ضحية ثانية. تعال خلك كذا بالريوس عرفت. اللي يبغى يجي يصدم يجي الله يحييه. شت بخر عني انت. اوح والله عطاه صدمة قوية. الاثنين دمجوا. ديم الاخضر الاخضر الغبي الاخضر الغبي. ايوه عطى الهطف ذا بعد. توقع الجولة هذه لي ان شاء الله. مات واحد نايس. ايش الغبي ذا وين؟ مات الثاني اوكي. لا 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 وين وين يا الغالي؟ ايش الهطف مات؟ حبسوني يا الله. نايس فست. اعطوني 2500. يو شود لوك ات روجر فور نيو شوكس. اوه روجر راعي الفان الاسود عنده اشياء يقولون جديده. انزل من السياره الحين. طيب اوكي انتهت الحفله. يعطيكم العافيه يا جماهير. اخرتها ثلاثه حاضرين منظمين اكثر من حضور. شكرا شكرا يعطيكم العافيه. 2500 حلوه جيده لا باس. راعي الفان الاسود عنده قطع جديده. خلنا نروح نشوفها. السلام عليكم كيف حالك؟ طيب وش القطع الجديده اللي عندك؟ هذه اوف رالي شوك. اوه حقت الرالي. هلا والله الله يصح عليك. ما ادري صراحه في ايش بنركبها. اتوقع انها راح تكون في الكونيك لان هي الشيء الوحيد اللي تغير فيها القطع. شكرا لك روجر شكرا. والله ما ادري اذا بستخدمها حاليا هذه ولا لا لكن انا متحمس على السياره هذه. يعني مساعدات رالي شبه فيها. تعال يا حبيبنا تعال. هل فزت في الديربي ما ادري اسمه؟ عندكم هديه هنا كليم.
You have nothing to claim, try harder. سلامات، كلها كليمد اصلا. انسان غير محترم هذا. اوه حتى سيارة الجيمس مسجلين ال اي والله يسجلون جميع السيارات. تشوف ايش افضل واحدة في الاداء. هلا والله بالتروفي هات. اعطوني كاس عشان فزت في السباق هذاك. حطه هنا عند المكتب حقي. يا سلام. والله صح. الحين نبغى نجرب هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. والانوار. اوكي اتوقع محتاج انوار. صوت صراحة يعني شكلها طيارة. بسم الله. هلا والله بالثبات. هلا والله بالثبات يا عيال. يقول عم السرعة إلى أين؟ هلا والله. هنوريكم برا كيف. شكل صوتها اختفى. روح والله هذه بتقفل أرقام. بتقفل أرقام. أح ودي أروح تدري وين على هذولك اللي يسوون سباقات الليل وقد هايط عليهم. وقفك خلني أشوف كم أجيب في هذا. عطني يلا عطني. روح شد. والله لفتها ممتازة جدا. بس هذا المقطع نايس اند ايزي. مشى؟ لا ما مشى. بقفل على رقم البي ام. لا 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 تكفى تكفى. شد. ما عندها نترو؟ ما اتوقع. قفل ملف البي ام 16 حبيبي. القم يلا. طيب السباق الثاني هنا. هذا التراك صح؟ لا ممل طفشت منه. ما ابغى التراك، ابغى اشوف الدراج. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا نعطيها دراج. جو عدي الكونيك ولا ما تعديها. 9.4 اتوقع اني عديت الكونيك، لكن بعطيها تجربه ثانيه واحاول اني ابدل النمر بشكل احسن. روح 9.2 يا عيال. احسن بكثير احسن بكثير. اوكي شكرا. هذه بس بناخذها في سباق نهايط على ذولاك المبزرة اللي في حارتنا القديمة. بس أول شيء نبغى نكمل نشوف الباقي في كيف نشوف كيف أدائها في الدراج. نحس إنها طيارة صراحة. أتوقع إن أسرع سيارة موجودة هذه. معقولة يا عيال؟ معقولة؟ سنرى الآن. أرقام تثبت. الأرقام تثبت. بسم الله. بس الزيت. روح. أقوى قومة تقريبا. أوف يا عيال 8. أوف والله مرة سريعة هذه. طيب خلنا نجرب هنا. هذا اللي تأخذ لك لفة كاملة. كمان بوي. بسم الله. توقع من اللفة الأولى بدون ما أجي وأنا مسرع راح أقفل ملفاتهم كلهم. روح يلا. كم 20؟ لا وين. شد الحين ونشوف. ما ابغى ابدل ما ابغى ابدل. بس 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 17. لا لا في السرعة القصوى ماش مو مرة. لا لا مو مرة. طيب عطنا السيارة الوردية نشوف. عطنا السيارة الوردية. بسم الله. اول شي نجرب هذا السباق حق المضمار. والله ذي مرة بطيئة. اتوقع الجمس احسن منها ذي. بعدها بنجرب الدراج نشوف تسارعها كم. طيب الحين تحتسب كم؟ 22. وين؟ شد 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 شد. والله ماش هذه مرة يا عيال بطيئة. حق تصادم من جد. خلاص كنسل. خلنا نروح الدراج نشوف. خلنا نجرب دراج. روح. والله المستوى فاشل. والله مستوى فاشل أحس. 10. Not bad والله. والله not bad. توقعت أكثر. أوكي نشكر السيارة الوردية صراحة. شكرا لك. طفها. الحين بناخذ هذه. بروح نسابق ذولاك اللي في آخر الليل في البلدة. وأتوقع بكذا نقدر نختم اللعبة. خلونا بس نهايط عليهم ونختم.
ها يا زلايب تقطقون علي اول ها عطني عطني بس الزعيم حقكم منه هذا الزعيم جيب الهطف هذا جيبه ابدا بالكبير بعدين من الاعلى للاسفل عرفت طقطق وامشي اطقطق وامشي شد الهطف انت I don't feel like racing right now what قمط سابق الهطف اي دافع الف انا اتوقع لو سمحت يا الهطف والله هطف يا عيال كنسل اي واتساب انزل لي مسكين والله مسكين يلا يا الهطف يلا يلا انقلع على وجهك وعلى اشكالك المعفنه يا دجاجه بك 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 يلا انت يا الهطف خوياك ذولا زلب قسم بالله ايش يقول كومبليت ذا ريس عي عي الهطف ما يبي ما يبي تسابق جيب الهطف الثاني ولا ايش تدري شلون استانس بالالف روح باشر على اخوياك هايط عليهم قول لي فزت على احمد وكذا روح روح فلهم استانس امشي انك خفت قدامي يا الهطف وات ار يو دوينج ستوبيد ذيس شوز ار نوت فاست انف شوز قهرني والله يا عيال في ضرب في اللعبه ولا اطالب المطور انه يسوي ضرب في اللعبه عشان مره ثانيه هذا ما يقدر هايط تونا شفنا الدجاجة حين مسوي طقطق الهطف ذكاء اصطناعي والله يا غباء اصطناعي فيك يا الهطف انت يلا انقلع شوف ها انا راكب سيارتي يقول ما ابغى سابق حس اني ما ابغى سابق الان مالي نفس لانك دجاجة يا سافل يلا حرك بس anyway يا عيال همشي طقطقنا على الهطف هذول بس في حاجة ودي اسويها خلنا نرجع البيت بيتي حاجة ودي اسويها صراحة Oh Jason, je m'excuse, j'ai pas le temps. Mami. Okay, bye, on se rappelle. Bye bye, شكرا ماما. شكرا على البوتير والشغل والاهتمام في البيت. شكرا لدعمك. شكرا على كل شيء صراحة يا أمي. لولا الله ثم أنت ما وصلت اللي وصلت أنا. شكرا لك. بس حبيت أسلم على أمي يا عيال. حسيت إني خايس. إيه راعي الباص. إيه. ايه الله الدنيا مشينا مشينا راح راح بركب معك اليوم وسولف معك اخبارك ريتشارد ما بشرك اموري صارت طيبه اي والله علومك انت يا حبيبي والله يلا وقف وقف بس حبيت اسلم عليك ما اسمع اغاني انا عرفت شكرا شكرا لك يلا مع السلامه وداعا وداعا شكر شاك الله شكرا يا شكر شاك شكرا لك على الفلوس يعني انت الاساس صراحة يعني انت السبب في النقلة النوعية اللي صارت لنا شكرا صراحة للجميع اوكي عياب كذا وصلنا نهاية السلسلة هذه حاب اشكر كل شخص تابع السلسلة من اول حلقة لنهاية الحلقة ما شاء الله تبارك الله معدل 150 الف مشاهد تقريبا المتوسط 150 الف مشاهد قاعدوا معانا في السلسلة تابعوا من اولها الى اخرها فشكرا لكم واحد واحد والله العظيم انكم اساطير تخلون الواحد يستمر في التنويع وهذا الشيء دلدل انكم تحبوني انا وتحبون طريقه لعبي بغض النظر عن اللعب اللي العبها مع ان اللعبه هذه حلوه وانا راح احاول اني اجيب العاب حلوه ما راح اجيب العاب خايسه بس انتم من الناس اللي تعطون الواحد فرصه وتثقون في ذوقه وتتابعون اللعبه معاه فشكرا لكم صراحه تحيه لكل واحد منكم الله يعطيكم العافيه كذا وصلنا نهايه السلسله هذه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم